الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب مدخل إلى علم السياسة للدكتور جاسم زكريا، تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة منيا مرعي. يغطي هذا التسجيل الجزء الثالث من الوحدة التعليمية العاشرة، والتي هي بعنوان التجربة السياسية السورية، من الصفحة 341 حتى الصفحة 349. الجزء الثالث بعنوان المشهد السياسي في سوريا بعد عام 2000. الملخص: يمكن وضع خارطة حزبية للمشهد السياسي السوري حاليا تحت بندين، أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والأحزاب الموجودة خارج هذه الجبهة التي تلعب إن صح القول دور المعارضة. ولقد انطلق الرئيس بشار الأسد في عملية التطوير والتحديث منذ توليه السلطة، تلك العملية المرتكزة على أسس ومحاور وأدوات لابد منها لتحقيق غاية تلك العملية. الفقرة الأولى بعنوان الخارطة السياسية في سوريا بعد عام 2000. يبدو من المهم وضع خارطة الحياة السياسية كما تبدو اليوم في المشهد السوري، وهذا ما يدفع لرسم ما يشبه الخارطة الحزبية السورية. وبشكل مبدئي، فإن الخارطة الحزبية يمكن أن تندرج ضمن تبويبين: الأول يضم أحزاب الجبهة الوطنية، والثاني باقي الأحزاب الموجودة خارج هذه الجبهة. لكن من الصعب استبعاد عددا لا بأس به من الجمعيات التي تتداخل مع العمل السياسي، لأنها ورغم كونها خارج الجبهة فهي تعمل وفق نشاط أهلي، لكنها تضم عددا من معتزلي الحياة السياسية، وهي أيضا تراقب المشهد السياسي بشكل أو بآخر. الجبهة الوطنية التقدمية تضم الأحزاب التالية: حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب السوري القومي الاجتماعي، الحزب الشيوعي السوري جناح بقداش، الحزب الشيوعي السوري جناح يوسف الفيصل، الحزب الوحدوي الاشتراكي العربي، حركة الوحدويين الاشتراكيين، حزب الاشتراكيين العرب، حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، وأخيراً حزب العهد الوطني. هذه الأحزاب تمثل برلمانياً ضمن قائمة الجبهة الوطنية التقدمية التي تحمل تمثيل العمال والفلاحين بما يقارب 51%، في حين النسبة الباقية لبقية فئات المجتمع، علماً أن عدد أعضاء الحزب القائد للدولة والمجتمع الممثلين يجب أن يصل إلى 160 عضو من أصل 250. إن عدد أعضاء العاملين في أي حزب يشكل مؤشراً هاماً لانتشاره، وفي سوريا وبالنسبة لحزب البعث بشكل خاص يعبر عن قوته وتأثيره على باقي الحياة السياسية، كونه وفق المادة الثامنة من الدستور قائد الدولة والمجتمع. فمهما حاول البعض التشكيك بعدد أعضاء الحزب أو حتى بدرجة انخراطهم ضمن العمل السياسي، ولكن الترابط والتكامل الواضح ما بين الحزب والدولة يعطيهم تأثيرا واضحا. فمنذ ظهور الجبهة الوطنية التقدمية تم تكريس هذا التكامل حتى أنه لا يمكن عمليا الفصل ما بين سياسة الدولة والحزب. وإذا كان البعض يقدر عدد البعثيين في سوريا بمليونين، فيمكننا أن نتخيل مدى دور حزب البعث في الحياة السياسية للمجتمع. ونحن هنا نحاول تقديم وصف أولي للمشهد السياسي، فالحديث عن الحياة السياسية لابد أن يبدأ من هذا التوزع الذي شكل عبر الزمن واقعا لا يمكن تجاهله أو التقليل من تأثيره، ليس فقط على البرامج السياسية بل أيضا على الثقافة الاجتماعية التي لا ترى مؤسسة حزبية قائمة وفاعلة ساهمت في رسم ملامح الحياة السياسية في سوريا بقدر حزب البعث العربي الاشتراكي. بعد عام 2000 سمح لأحزاب الجبهة بأن ترفع اسمها فوق مكاتبها وأن تصدر صحفا باسمها، وكان واضحا أن هذه الإجراءات سعت إلى تكريس دور هذه الأحزاب، فكان من الصعب على أحزاب الجبهة إعادة تأسيس وجودها وحضورها في المجتمع أو حتى في برامجها السياسية. فحزب البعث قام عمليا وخلال مؤتمره القطري العاشر بخطوة أولى في تحوله الداخلي، معلنا صراحة تحوله إلى اقتصاد السوق الاجتماعي. ومهما اختلفنا في تفسير هذا المصطلح وتجسيده في خطط التنمية، لكنه إعلان عن الخروج من عملية التحول الاشتراكي نحو مذهب اقتصادي جديد.
وضمن الجبهة الوطنية التقدمية يمكن أن نلحظ النشاط الحزبي وفق خطوط عريضة. أولاً، البلاغات والمهرجانات والمناسبات التي تعتبر النشاط الأكثر حضوراً على الساحة السورية بالنسبة للأحزاب، وربما من المفيد مراجعة المواقع الرسمية لهذه الأحزاب لملاحظة أن المناسبات هي تأكيد للحضور الحزبي. ثانياً، الخط الثاني هو الحزب الشيوعي الذي يصدر جريدة النور، وبعيداً عن الحركة الإعلامية التي تقوم بها جريدة النور، لكن من المهم قراءة مجموعة المشاريع الموجودة ضمن وثائق الحزب التي تتحدث عن الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي. الخط الثالث يضم بمجمله مجموعة الأحزاب الاشتراكية، وهي أحزاب تصنف أحياناً بالناصرية، ومن الصعب تلمس نشاط خاص بها باستثناء المهرجانات. الخط الرابع هو الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي دخل مؤخراً على الجبهة، وهو إضافة لممارسته في تسجيل المواقف الوطنية والنضالية وخاصة في لبنان، وكذلك السياسية وإقامته لندوات الفكرية وإصداره لجريدة البناء التي تعبر عن فكره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، إلا أن ما يميزه هو امتداده خارج سوريا وعمله الدؤوب لخلق نهضة اجتماعية رائدة. المسألة اليوم لا ترتبط فقط بتواجد هذه الأحزاب داخل الحياة السورية، سواء توسعت مشاركتها أو تقلصت، لأن السؤال الأساسي هو عن الإضافة التي يمكن أن تقدمها هذه الأحزاب على المشهد السياسي عموماً. فإذا كان صحيحاً أن الحياة السياسية بقيت في ظروف صعبة لمراحل طويلة، لكنها اليوم باتت تمتلك أدوات لا يمكن إغفالها في وقت نجد أن هيئات ومنظمات غير حزبية قادرة على ممارسة نشاطات أوسع من أي نشاط سياسي حزبي. الفقرة الثانية، أحزاب المعارضة والخارطة السياسية. يعتبر البعض أن الحديث عن المعارضة في سوريا مبالغ فيه، لأن الحياة السياسية تحوي نشطاء وليس معارضة بالمعنى الكامل للكلمة، لكن الواقع أن هذه المعارضة مهما قلت فاعليتها لا يمكن تجاوزها أو اختصارها بنشطاء، فقط لثلاث اعتبارات. ربما لأول مرة منذ عقدين تعلن المعارضة عن نفسها ويجمعها بيان، وأسست مواقع إلكترونية، والأهم من ذلك أن هذا الحضور المتواضع يتم تحت أنظار الدولة التي تتعامل معه بشكل لا يختلف عن باقي الدول في العالم عموما. تقوم هذه التشكيلات بنشاطات متعددة، فالحضور الضعيف لنشاطها لا يقلل من أهمية هذا التحرك، على الأخص أنها حاولت منذ عام 2000 التأسيس لخطوات تحرك مثل الحوار الوطني، وطرحت بعض التصورات تحت غطاء المجتمع المدني، وكانت تحركاتها أيضا تشمل البيانات أو الاحتجاجات أو حتى الحوار مع الدولة. التشكيلات المعارضة تحظى بحضور إعلامي في الصحف العربية، وهي تحظى اليوم بقراءات ودراسات، ما يعني أنها غدت جزءا من الواقع السياسي السوري رغم ضعف تأثيرها. وبالإجمال فإن ما ينطبق على أحزاب الجبهة ربما ينسحب على الأحزاب المعارضة التي يشكل بعضها امتدادا لأحزاب الجبهة خارج الحياة السياسية الرسمية. وما يمكن أن نواجهه اليوم عبر الأحزاب هو تمايزها عن أحزاب الجبهة باستثناء المواقع السياسية. فهل هناك بالفعل افتراقات فكرية أو تمايزات في البرامج السياسية؟ وفق بعض القراءات فإن المعارضة طرحت ثقافة التغيير لكنها لم تتحول إلى قوة تغيير، لكن هذا الإقرار يحتاج إلى تدقيق، فليس هناك انفصال واضح ما بين الثقافة والآلية، وما قدمته المعارضة السورية لم يكن من نتاج عملها، لأن معظمها يعود إلى أصول حزبية شمولية وليس ليبرالية. فالتحول الطويل الذي خاضته باتجاه تبني الليبرالية كان بعامل التحولات الدولية، وربما بتقادم الأنظمة الشمولية في العالم. فهذه المعارضة لم تكن تملك من قوة تغيير سوى ما أنتجته ثقافة التغيير في العالم، حتى أن المصطلحات كانت نفسها، والانطلاق من حقوق الإنسان باتجاه الحقوق السياسية لم يكن مختلفا عما حصل في عدد من دول العالم. فثقافة التغيير التي يتم الحديث عنها لم تتبلور بعد ضمن أحزاب المعارضة، ولم يظهر حزب جديد يطرح مثل هذه الثقافة
وفق برنامج يتعامل مع المعطيات السورية بالدرجة الأولى. بالطبع فإن الحديث عن تضييق الحريات ربما يفوق مسألة التفكير بوسائل الثقافة الديمقراطية، لأن التحرك الديمقراطي لا يمكن أن يكون وليد لحظة، وهو أيضا لا يبنى على مطالب لا تجد مؤسسات أهلية يمكن أن تتحرك من أجلها. وبغض النظر عن حجم المقالات الطويلة والتحليلات التي تناولت المعارضة السورية طوال السنوات السبع الماضية، لكن المسألة تبدو وكأنها تدور في حلقة واحدة، أضاف إليها احتلال العراق حصارا فكريا جديدا حول تأثير المناخ الإقليمي على سوريا. فالتجارب التي تحيط بسوريا هي نماذج فاشلة لمحاولات التغيير الديمقراطية عنوة كما في العراق، أو سلميا كما في مصر ومناطق السلطة الفلسطينية وحتى في لبنان. فالعلاقة ما بين ثقافة التغيير وقوة التغيير تحتاج إلى بنية حزبية جديدة حاولت بعض الأحزاب القيام بها، لكنها في النهاية استبدلت الأسماء دون أن تمتلك طاقة على التحرك، كما حصل في حزب العهد ضمن الجبهة الوطنية أو الحزب الشيوعي بقيادة رياض الترك الذي تحول إلى حزب الشعب الديمقراطي السوري. فهناك ضرورة لتفكير جديد لا يمكن أن ينشأ دون حوار في كل أزمات الحياة السياسية وإشباع التجارب السابقة بدراسات تستطيع تحرير الأحزاب من تاريخها كي تعيد علاقتها بالمصالح الاجتماعية. صورة الخارطة السياسية اليوم هي ما يجب إيضاحه. إذا كانت الديمقراطية جزء ضروري لرسم هذه الخارطة، لكنها يجب ألا تكون مظهرا شعاراتيا على سياق الديمقراطية هي الحل أو العلمانية هي الحل أو غيرها، لأن هذه الضرورات هي مفردات للتعامل السياسي لا تغني عن البحث الدائم عن صياغات جديدة تضمن العودة إلى الحياة السياسية وإلى ظهور الأحزاب من جديد كمؤسسات قادرة على التطور والارتقاء بمصالح الناس بدل العودة بها إلى مراحل ما قبل السياسة. الفقرة الثالثة، الرؤية السياسية للسيد الرئيس بشار الأسد في التطوير والتحديث. لقد انطلق سيادة الرئيس بشار الأسد في عملية التطوير والتحديث من وعيه لعصره من حيث جوهره ومضمونه وبنيته وتركيبه وخصائصه وسماته ومنظومة قيمه في مرحلته الراهنة ومسارات تطوره العامة، وقد حدد سيادته مجموعة من الأسس لعمليات التطوير والتحديث، وهي أولاً أهمية التغيير التي يجب أن تنطلق من المتطلبات التي يفرضها تطور المجتمع ومن حاجات التغيير بالنسبة إلى مجتمعنا وفي ضوء ظروفنا وبما ينسجم مع التطورات التي يشهدها العالم. ثانياً الرؤية العلمية المنهجية، وهي القاعدة لأي عملية تطوير وتحديث والعامل على تحقيقها في الواقع. ثالثاً الموضوعية، وهي معرفة الواقع كما هو بالنظر إلى أي موضوع من أكثر من زاوية ومن ثم تحليله بأكثر من طريقة حتى الوصول إلى الاحتمال الأفضل أو الأقرب للصحة. رابعاً الاستمرار والتواصل، بحيث يضيف كل جيل جديداً إلى ما سبق، وبهذه العملية التراكم الحضاري مرتكزاً لعملية التغيير ودافعاً لحركتها وتقوية فاعليتها. خامساً دور الإنسان ومكانته في عملية التطوير والتحديث في المقام الأول موضوع إنساني، لأن الإنسان هو أداة تحقيقها وهدفها وغايتها. ولقد حدد سيادة الرئيس محاور أساسية لعملية التطوير والتحديث وهي متكاملة فيما بينها. المحور الأول، ويتضمن طرح أفكار جديدة في جميع المجالات، سواء بهدف حل مشكلاتنا ومصاعبنا الراهنة أم بهدف تطوير الواقع الحالي. المحور الثاني، تطوير أفكار قديمة لا تناسب واقعنا، مع إمكانية الاستغناء عن أفكار قديمة لا يمكن تجديدها ولم يعد ممكنا الاستفادة منها. المحور الثالث، ويتضمن تطوير أفكار قديمة ثم تجديدها لكي تتناسب مع الأهداف الحاضرة والمستقبلية. وحدد سيادة الرئيس معايير التطوير والتحديث وفق الآتي: المعيار الأول عامل الزمن، واستغلاله بحده الأقصى بهدف تحقيق الإنجازات بأقصر مدة ممكنة. المعيار الثاني، وهو طبيعة الواقع والظروف التي تحيط بنا الداخلية منها والخارجية. المعيار الثالث، وهو الإمكانات المتوفرة بين أيدينا للحصول على الهدف المحدد. المعيار الرابع،
وهو المصلحة العامة وهي معيار وهدف في وقت واحد. أما فيما يتعلق بأدوات التطوير والتحديث فقد حددها الرئيس الأسد كما يلي: أولاً الفكر المتجدد المبدع الذي لا يتوقف عند حد معين ولا يحصر نفسه في قالب جامد. ثانياً النقد البناء الذي هو نقيض الفوضى والذي يجب أن يؤدي إلى خدمة المصلحة العامة. ثالثاً وضع استراتيجية عامة للتطوير بحيث تكون متكاملة وشاملة لجوانب المجتمع ومظاهره كلها، المؤسسات والفكر المؤسساتي الذي يؤمن أن كل مؤسسة تمثل الوطن مهما كان حجمها واختصاصها وتمثل سمعته ووجهه الحضاري. وقد أكد أن امتلاك الفكر الديمقراطي يعزز الفكر والعمل المؤسساتي والديمقراطي واجبا للآخرين قبل أن يكون واجبا لنا. رابعا المساءلة بحيث تشمل الأفراد والمؤسسات. خامسا الديمقراطية التي ترتكز على مشاركة الجميع ومسؤوليتهم. إن الديمقراطية هي فكر وممارسة، والفكر الديمقراطي هو الأساس، والممارسات الديمقراطية هي البناء. وبكل تأكيد جميعنا يعلم أن الأساس عندما يكون ضعيفا فإن البناء يكون مهددا بالتداعي والسقوط، وعندما يكون الأساس قويا ستكون النتيجة بناء متينا قادرا على الصمود في وجه الهزات مهما كانت شدتها. سادسا الشفافية، وهي الوضوح والصدق والجرأة والصراحة، وتشمل الإنسان والأسرة والمجتمع بأبعاده المختلفة. سابعا المنصب والمسؤولية، وقد بيّن سيادة الرئيس أن المنصب ليس هدفا بل هو وسيلة لتحقيق الهدف، وشرعية الحكام والمسؤولية ترتكز على: أولا ثقة الشعب ومحبته، ثانيا السلوك والنهج الذي يسير عليه الحكام والمسؤولون. أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فيمكن تلخيص أهم ما تضمنته النظرة السياسية للسيد الرئيس بشار الأسد بما يلي: أولاً الانفتاح على العالمين العربي والإسلامي بشكل تام ومحاولة تشكيل رؤية مشتركة. ثانياً ترسيخ مفهوم السيادة الوطنية بوجه كل ما تعرضت له سوريا من ضغوط. ثالثاً الحرص الكامل على خيار المقاومة ودعمها بشكل تام كخيار أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي. رابعاً السلام هو خيار استراتيجي ولكن لا يكون على حساب الحقوق. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. في هذا التمرين علينا أن نقوم بربط مفردات المجموعة الأولى مع ما يقابلها من مفردات المجموعة الثانية. المجموعة الأولى تضم المؤتمر القطري العاشر للحزب، الأحزاب الاشتراكية، الحزب الشيوعي. المجموعة الثانية جريدة النور، اقتصاد السوق الاجتماعي، جريدة البناء، وأخيرا الناصرية. الربط الصحيح يكون على الشكل التالي: المؤتمر القطري العاشر للحزب مرتبط باقتصاد السوق الاجتماعي، الحزب الشيوعي مرتبط بجريدة النور، الأحزاب الاشتراكية مرتبطة بالناصرية، والحزب السوري القومي الاجتماعي مرتبط بجريدة البناء. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية كتاب علم السياسة للدكتور جاسم زكريا.